تعال بقى، بما ان احنا بنتكلم برضو على الانشطه الجامعيه، جامعه المنصوره نظمت منتدى جامعه الطفل 2022. ده كان النهارده في قاعه المؤتمرات باداره الجامعه، وده في اطار احتفالها باليوبيل الذهبي لجامعه المنصوره تحت رعايه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. منتدى جامعه الطفل بيتم تنظيمه في اطار ايه بقى؟ دي حاجة مهمة. في إطار بروتوكول تعاون ما بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من جهة وجامعة المنصورة في الطرف الآخر أو في الجهة الأخرى. طيب عايزين نعمل إيه من وراء هذا المنتدى؟ إحنا عاوزين نؤجج روح أو بث لروح البحث العلمي، ده واحد. تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية عند الأطفال، أنت عاوز ابنك الصغير بنتك الصغيرة يبقوا واعيين بمسألة البحث العلمي، مبهورين بمسألة البحث والابتكار والاختراع، عاوز الولاد دول يطلعوا كده يبقى مثلهم الأعلى علماء كبار، مبتكرين كبار، مخترعين عظام. شوف التقرير هتفهم أنا قصدي إيه. دي فاعلية من ضمن فعاليات احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي 50 سنة في تقدم وعراقة لجامعة المنصورة. منتدى جامعة الطفل، احنا حضراتكم مشتركين في جامعة الطفل اللي أطلقتها أكاديمية البحوث، أكاديمية البحث العلمي من 2015، واحنا عضو فيها وعندنا الشباب من الأطفال من سن 9 سنوات بييجوا يقضوا 3 سنوات داخل الجامعة مع الأساتذة وأعضاء التدريس، بيتعلموا مبادئ العلم والثقافة، بيحتكوا بأعضاء التدريس، بيدخلوا المعامل. ده بيأثر كتير جدا على شخصياتهم وعلى اختياراتهم بعد كده. حاجة تدعو للفخر لما الواحد بيشوف ولاد في السن ده بيقدروا، يعني احنا ساهمنا بجزء ولو بسيط في بناء شخصيتهم، بقوا قادرين ان هم يعبروا عن نفسهم بشكل جيد، بينقلوا خبراتهم من اللي هم حسوه وتعلموه في الفترة اللي موجودة دي. ده شيء كويس جدا، قصة التعلم أكثر منها من التعليم والتلقين. وزي ما أنا قلت لأولياء الأمور، يعني إذا كان هناك فرصة دلوقتي لتطوير التعليم، الدولة متبنية واعتمادة على التعلم أكثر من التعليم والتلقين، فدي فرصة أن هم يغرزوا في أولادهم هذا، ويعني يتخلصوا من التابوهات بتاعت النص درجة والدرجة. مشروع جامعة الطفل بيعتمد على نظام التدريب اللي هو تفاعلي، ما بيعتمدش على تلقين المعلومة، بيقوم بتدريب مجموعة من أساتذة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، بيقعدوا مع بعض في مجموعات، بيبدأوا إن هم يبحثوا المشكلة، يجدوا لها حلول، يشوفوا إيه بدائل الحلول، يقيموا الأفكار اللي هم طرحوها بحيث إن هم يوصلوا لأنسب حل. كل يوم تدريبي داخل الجامعة بيتم فيه تناول أحد الموضوعات المختلفة. مشروع جامعة الطفل بتناول الطاقة، المياه، التكنولوجيا الحيوية، التنوع الحيوي، وموضوعات في العلوم الإنسانية والفنون، بالإضافة لبعض الموضوعات التانية في الهندسة والصحة ومجموعة كبيرة كده من العلوم الأساسية. من أول يوم دخلت فيه هنا الكلية ودخلت كلية طب بشري، كانت ده يعتبر الشغفي راح ناحية الكلية دي، وبدأت من هنا إن أنا يعني أحب الجامعة وأحب الكلية بالذات. ولو هتكلم على جامعة الطفل فأنا بصراحة خدت فيها خبرات كبيرة جدا جدا، وزرت كليات كتيرة وكلها كانت مهمة وكلها كانت مفيدة، وحابة أشكرهم جدا جدا على التجربة دي. تجربة فعلا أثرت فيها وفي السكيلز بتاعتي لغاية النهاردة حتى وأنا في الكلية. من أول يوم جيت فيه هنا الجامعة جامعة الطفل وبجد كانت تجربة مختلفة جدا، ولما رحنا نزور زيارات في الكليات وكده كان احساس مختلف جدا، لان انا زرت كليه فنون جميله من قبل ما ادخلها، من قبل ما كانت تيجي في بالي ما كنتش اعرف اي حاجه عنها خالص، ولما رحت عرفت حاجات كتير قوي عن كل الكليات، وخاصه فنون جميله لمست فيها كده حاجه اللي هو حسيت ان هي بس هي دي الكليه اللي انا عايزاها. فسبحان الله لما فعلا جه الوقت ان انا اخش الكليات وكده، دي كليه فعلا اللي انا حبيت ان انا اكمل فيها حياتي وكل حاجه.